اشوف اسيدي، احنا هاد الاسيد راه ضيعنا، ما خلانا بقر لوحهم، ما خلانا حواس يضيعهم، وحرق لنا الزيتون ديالنا حرقوا. الى هداهم الله هادو صحاب الوزينات يدبروا على الاسيد ديالهم، ما يطلقوش على المواطنين، فهمت اسيدي؟ ما يطلقوش على المواطنين. فين غادي نمشيو حنا؟ واش هو يدير ملاير وحيوقت القبائل؟ هادشي راه منكر. وكنطلبوا من الله ومن الدوله يحيدوا علينا هاد الاسيد ديالهم، يدبروا عليه من يديوه هاد الماء ديال الزيتون. كيزر الحرث ويزر الزوايل ويزر الغنم وراه يزر حتى بنادم. واش هذا الراجل حنا عندنا الحاسين نشربوا منه وقع فيه الاسيد، واش نشربوا منه؟ هذا الماء خويا ضارنا، هذا ولد حمو منطقة الكرير ماء، كرير ماء واد زرها على كاع كرير ماء عليه، واد حمو ضارنا فرعنا الزوايل في كارحهم نسقيو به الجر فرعنا كلش. بصح من الصفيه الفوق كنستعملوا به مزيان، من الصفيه الفوق منا لهنا فرعنا بصح ما خلانا لا زوايل لا حاله، كلشي لوت الماء حوازي كلشي لوتهم، ما خلانا لا ما نشربوا لا والو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما كتشوفوا نحن الان بصدد زياره ومعاينه يعني في الميدان لواحد المشكل اللي كتعاني منه ساكنه اقليم توريس، ولا هو مشكل التلوث الناتج عن مخلفات معامل الزيتون. المداخله ديالي غادي نهضر فيها على ثلاثه نقاط. المشكل الاول وهو التلوث، النقطة الثانية وهي من يتحمل المسؤولية في هذه الجريمة النكراء، النقطة الثالثة المطالب ديال الساكنة ديال إقليم توريت. أولا المشكل ديال التلوث، كما كتشوفوا حاليا هكذا يتم تصريف مئات الأطنان من المواد السامة بشكل يومي في هذا المصب. هذه المواد السامة التي أصبحت تشكل خطر كبير، خطر يعني كارثي على الفرشة المائية وعلى الطبيعة وعلى الحيوان وعلى الإنسان. النقطة الثانية اللي غادي نهضروا فيها إن شاء الله وهي من يتحمل مسؤولية هذه الكارثة البيئية. الأطراف يعني الرئيسية، كاين أطراف رئيسية وكاين أطراف ثانوية. الأطراف الرئيسية أولا المسؤولية كتحملها السلطات المحلية لأن هي الصاهرة على الأمن ديال الإقليم، والأمن المائي ديالنا كيندرج في إطار الأمن ديال الإقليم. ثانيا كاين المجالس المنتخبة والناس اللي كيمثلونا واللي هما مفروض أنهم يكونوا حاليا في بلاصتنا وهما اللي ترفعوا علينا. ثالثا يعني المصدر ديال هاد المواد السامة، واللي كاملين كنعرفوا أن المصدر ديال هاد المواد المسرطنة هي الوحدات الصناعية. الوحدات الصناعية، وفي إطار هاد الوحدات الصناعية لا بأس نهضروا على واحد المعرض كان داز عندنا العام اللي فات، معرض ديال الصناعة التحويلية، اللي في الحقيقة حنا كشباب وكمجتمع مدني كنا غادي نهضروا على هاد المشكل ديال التلوث في ديك الوقيتة، إلا أننا باش ما نكونوش عدميين وباش ما يقولوش هاد الناس هادو من هواة الاحتجاجات وداك الشيء، قلنا أسيدي غادي نصبروا مع هاد الناس هذه النسخة الأولى ديال المعرض، واللي كانت الأهداف ديالها أنها غادي تسوق واحد المنتوج ديالنا، تسوقوا ترابيا، وحنايا كنفرحوا يعني حنا ماشي ضد هاد الناس هادو لأنهم جزء من النسيج ديالنا، فهمت؟ استنينا وكنا غادي نحكموا على النجاح ديال المعرض في الأخير، لأن كان عندنا جوج أهداف وهو الاستثمارات ومعالجة المشكل ديال التلوث، لأنه في إطار المعرض كان واحد المائدة في العمالة وهضروا على هذا المشكل ديال التلوث. داز المعرض، التلوث باقي كما راه، الاستثمارات ما كايناش، فإذا كيبقاو هاد الوحدات الصناعية طرف في المشكل. المداخلة النقطة الثالثة اللي كنت غادي نهضر عليها وهي المطالب ديال الساكنة أو المقترحات ولا اسمو بغينا. حنا ساكنة ما بغينا والو، حنا بغينا غير هذا الأمن المائي ديالنا، فهمت، نحافظوا عليه، بغينا هذا التلوث ما يبقاش. هذا التلوث هذا كنتلاقاو فلاحة دابا، فهمت، كيتشكاو يعني بزاف المنتوجات الفلاحية اللي ما بقيناش كنشوفوها. هاد الناس هادو ما بقوش كيديروا الربيع، ما بقوش كيديروا خيزو، ما بقوش كيديروا، بداو كيقتصروا غير على الزيتون وعلى الفصة، لأن كيسقيو بها باش بهذا الماء الناتج عن مخلفات الزيتون بها باش كتسقاها، والفلاحة ما بقاش كتستقلهم.
بزاف د الحوايج اللي ما بقاش كيصدقوا. المهم حنا كساكنه ما باغيين حتى شي حاجه. حنا كنسمعوا انه كاين واحد المشروع، كاين مشروع ديال التصفيه وداك الشيء. المهم الاطراف الاخرى كتهضر انه كاين واحد المشروع، حنايا كنقولوا كاين تعثر في المشروع. المشروع راه كاين من 2016، من 2016 والساكنه كتسنى لحل هذا المشكل هذا، وواحد الساعه ما كاين حتى شي حاجه. المشكل باقي والمواد السامه باقي والاضرار باقيه. واخيرا باغي نوجه واحد المناشده للساكنه ديال اقليم توريت وفعاليات المجتمع المدني الالتفاف ثم الالتفاف حول الحمله المباركه، لان حتم الحمله غادي تستمر وستستمر حتى يتوقف التلوث. ستستمر بضمائر وعزيمه احرارها ومناضليها. بسم الله الرحمن الرحيم. من بعد الحمله التي اطلقتها ساكنه توريت اللي هي توريت تستغيث، جينا الان هذا المساء جينا لهذا المكان باش نشوفوا بعينينا المنظر نتاع هذا التلوث. من بعد ما من جينا هنايا تلقينا مجموعه من الطيور ميته على الجنبات نتاع هذا الواد، كذلك تلقينا مجموعه من ساكنه الكرارمة اللي حتى هي هاد التلوث سبب لها مجموعه من المشاكل، بينها انهم حتى في الفلاحه نتاعهم ما بقاوش كيقتصروا على المنتوجات اللي كانت هذه شحال الفواكه الخضر، بقاو كيقتصروا فقط على الزيتون وعلى الفصه. دابا هاد الساكنه واش ما محقهمش يعيشوا هنايا ولا يعني واش غادي يقتصروا على الفصه واش ولاو غير بهائم؟ المشكل راه واقع نتاع التلوث، ماشي افتراضي كما كنشوفوه غير في الحملات الفيسبوكيه. لساكنه توريت جميع السكان المتضررين كنطالبوا جميع من له علاقه بهذا المشكل من بعيد، سواء من بعيد او قريب، انه يتدخل لحل هذا المشكل في اقرب الوقت، لان هذا راه اصبح مشكل خطير يمس بصحه الانسان وبصحه المجتمع. السلام على اشرف المرسلين. بعد هذا الجوله الميدانيه اللي درناها وتفقدنا فيها الضفاف نتاع نهر وادزا بمنطقه الكرارمه، كيتضح الضرر الكبير اللي كيعرفوا هذا النهر هذا. وكما كنعرفوا جميعا على ان هذا المشكل هذا ناتج على الوحدات والمعامل الصناعيه نتاع الزيتون. وحنا كنديروا هذه الجوله الميدانيه تلاقينا مع مجموعه نتاع الفلاحه اللي حكاو لنا على الاضرار اللي كيعيشوها جراء التلوث. البقر نتاعهم كيموت، قال الامراض، الناس هنا مرضت بالكلاوي، مرضت بزاف تاع امراض نتيجة التلوث. الناس ولات كدير غير الفصه، ولات الزيتون تاعها كيتحرق، المواد الغذائيه ما بقاتش كتصدق هنايا. وصراحه يعني نجوم التالي لو كان كانوا عندنا مسؤولين في المستوى ومنتخبين اللي انتخبناهم سواء من الجهه حتى الجماعه كانوا قد المسؤوليه نتاعهم، لو كان هما اللي كانوا هنايا في هذه البلاصه هذه، وهما اللي راهم يترافعوا على هذه القضيه هذه اللي كتهم الانسان والبيئه والحياه.